أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. وبعد، فهذا مجلس ممتد نواصل من خلاله قراءتنا لموطأ الإمام مالك بن أنس رضي الله عنه، ونفعنا الله به وبعلومه في الدارين اللهم آمين. وهو كتاب جمع إلى علم الحديث علم الفقه، وهو في الأصل علم، يعني يدور حول علم الفقه، وقد جمع الفقه على أبواب كما وضحنا غيرنا. وقد قرأنا في الموطأ إلى أن وصلنا إلى باب ما جاء في المسح على الخفين، باب ما جاء في المسح على الخفين. ونحن نقرأ الموطأ برواية مين يا شباب؟ برواية يحيى بن يحيى. قال يحيى بن يحيى، يقول دائما يعني يحيى بن يحيى، ويرويها عن مين؟ عبيد الله بن يحيى. لما نقول قال حدثني يحيى بن يحيى، يبقى اللي يقول كده مين؟ عبيد الله بن يحيى. طيب، المسح على الخفين مسألة يعني لا بد أن نضع لها مقدمة قبل أن نقرأ ما جاء في الروايات حولها في الموضوع. بص يا شباب، المسح على الخفين، الخفين أي هذا الشيء الذي يلبس في الأقدام بعد أن يلبسه الإنسان على وضوء. المسح على الخفين فيه إجماع عند الصحابة. اسمع كده المعلومة دي، كأن الصحابة أجمعوا على أن المسح على الخفين جائز، إلا أن الخلاف وقع بين الفقهاء في هل يجوز المسح على الخفين في الحضر ولا لا يجوز، فقد أجمعوا على جوازه في السفر. أجمعوا على جواز المسح على الخفين في السفر، واختلفوا في المسح على الخفين في الحضر. وجمهور العلماء من الشافعية والحنابلة، الأحناف أو دول أبناء أبو حنيفة، الأحناف والشافعية والحنابلة، أن المسعى الخفين في الحضر أيضا جائز. والمالكية إلا قول واحد عند مالك بأن المسعى الخفين عند في الحضر لا يجوز، ولكن كما قال أحد تلامذة مالك أن آخر ما تركت عليه مالك أن المسح على الخفين في الحضر أيضا جائز. إذن أقول لكم عبارة واحدة واكتبوها عندكم، وهي من قول الإمام الكبير الكرخي. قال الكرخي: أخاف الكفر على من لا يرى المسح على الخفين. أخاف إيه؟ الكفر على من لا يرى المسح على الخفين. وهذا معناه أن المسح على الخفين كأنه إيه؟ كالمجمع عليه عند الصحابة. اسمع كده، قال ابن وهب، هذا تلميذ مالك، قال ابن وهب: آخر ما فارقت مالكا على المسح في الحضر والسفر. يعني يجوز المسح فين وفين؟ الحضر والسفر، آخر ما تركت عليه مالك. وقال ابن عصبه: المسح عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أكابر الصحابة في الحضر أثبت عندنا من أن نتبع مالكا على خلافه، يعني في الرواية الثالثة. يعني وارد شديد الوضوح أن المسعى الخفين في الدين إيه؟ جائز. أمال الخلاف والشك اللي يجي عندنا جاي منين؟ جاي من الشروط اللي لازم تتوافر في الخفين حتى يمسح عليها. من الشروط أن لابد وأن ألبس الخفين على طهارة كاملة. يعني إيه على طهارة كاملة؟ يعني أكون إيه؟ متوضي وألبس الخفين في القدمين وأنا على وضوء. ومن الشروط ايضا ان يكون الخف او هذين الخفين سميكين جدا بحيث لا يظهران البشره من تحتهما. وحتى في المالكيه اشترطوا ان يكون الخفين من الجلد كمان، وهو ده مصدر الخلاف. وكمان لا بد وان يكون الخفين من الشيء الذي يجوز ان اسير فيه دون حذاء، يعني امشي من هنا لغايه مسجد السيده زينب وانا لابس الايه؟ خفين. يبقى اذا الشراب الخفيف اللي احنا بنلبسه دلوقتي، هل هذا يكون من الخفين ويمسح عليه او يسار فيه الى مسجد السيده زينب؟ اكيد لا، وليس من عاده الناس ان يسيروا فيه. اذا الاجماع على ان المسح على الخفين ايه؟
جائز. واختلفوا هل يجوز في الحضر ولا في أما في السفر فقد اتفقوا على أنه جائز. اختلفوا فين؟ في الحضر. وآخر ما تركه ابن وهب على ما ترك ابن وهب عليه مالك أن المسعى على الخفين في الحضر والإيه؟ والسفر. أمال الإشكالية فين؟ الإشكالية في الكيفية وفي الشروط. والروايات التي ستأتي بعد هذا ستشرح لنا الإيه؟ الكيفية. وستشرح لنا الشروط أيضا. إذن المسعى الخفين إيش يا مشايخ بوضوح؟ جائز في السفر. في الحضر والإيه؟ وفي السفر. وقال الكرخي الإيه؟ أخاف الكفر على من أنكر المسعى على الخفين. خلاص الآن هذه مقدمة ضرورية حتى يعني تأخذ بالكم في أي شيء سنتحدث. ثم ذكر الإمام مالك رواية في موطئه فيها قصة جميلة وبديعة وفيها الكلام عن مسح الخفين. تابع في نسختك وستجد لها متعة مختلفة. هذه القصة العجيبة وفيها علم كثير فيها علم حديث وفيها علم فقه. وسأقف مع حضراتكم بإذن الله وإحنا ماشيين كده بنقرأ على الدقائق العلمية في هذه الرواية. قال عبيد الله بن يحيى قال عبيد الله بن يحيى حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب. أنتم معايا ولا إيه؟ يحيى قال حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب. ابن شهاب مين؟ الزهري. ابن شهاب الزهري. أحسن. ابن شهاب الزهري وهو من هو؟ قال عن عباد بن زياد من ولد المغيرة. عباد ابن زياد من ولد المغيرة بن شعبة. عن أبيه عن المغيرة بن شعبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب لحاجته. مين اللي بيحكي الحدوتة ديت؟ سيدنا الصحابي الكبير اسمه إيه؟ المغيرة بن شعبة. المغيرة بن شعبة بيقول ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجته في غزوة تبوك. غزوة تبوك يا شباب هي آخر غزوة غزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم. آخر الغزوات على الإطلاق. وسأحدثكم بعد قليل عن تبوك وما معنى تبوك ولما سميت تبوك أيضا. قال ذهب لحاجته. إيش يعني حاجته؟ يعني يقضي حاجته حاجة الإنسان. يعني ذهب لحاجته صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك. قال المغيرة. مين الصحابة اللي معنا؟ المغيرة بن شعبة رضي الله عنه. قال المغيرة رضي الله عنه فذهبت معه بماء. يعني راح مع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم شايل معاه شوية ركوة كده فيها شوية مية للحبيب صلى الله عليه وسلم. وقيل إنه جاء بهذا الماء من أعرابية كانت تمر فسكبت له هذا الماء في إداوته للمغيرة بن شعبة وأخذ المية وراح بها ورمين وحضرة النبي صلى الله عليه وسلم. إذن فارق النبي الجيش والناس ولا لا؟ والروايات قالت أنه ذهب حتى غاب عن أعينهم حتى يقضي حاجته وكان شديد الحياء كان أشد حياء من العذراء في خدرها كما تعلم صلى الله عليه وسلم. وبعدين يا ترى حصل ايه؟ قال فذهبت معه بماء فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فسكبت عليه الماء. جاء يعني بعد ان قضى حاجته. واضح كده القصه. قال جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فسكبت عليه الماء فغسل وجهه ثم ذهب يخرج يديه من كمي جبته فلم يستطع. اذا كان لابس جبه كمها واسع ولا كمها ضيق؟ زي ما تشوف كده القميص وبعدين في زرار في الاخر كده. هل لبسه مثل هذه الامور جائز ولا غير جائز؟ جائز. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يلبس كمه ايه؟ جبه كمها ايه؟ ضيق. قال فذهب ثم ذهب يخرج يديه من كمي جبته فلم تستطع من ضيق كمي الجبه فاخرجهما من تحت الجبه. صلى الله عليه وسلم طلع له كده فبقت الجب على كتفه كده. وفي رواية فألقاه وفي رواية غسل إيده أو كمل الوضوء والجبة على كتفيه بأبي هو وأمه صلى الله عليه وسلم. فأخرجهما من تحت الجبة فغسل يديه ومسح برأسه ومسح على الخفين. أهو كده الحديث ده كله عشان كلمة ومسح على الايه؟ على الخفين. هو ده الباب. لكن أنتم أخذين بالكم من القصة ولا لا؟ نعم. طيب هذه القصة فيها كما قلت لكم وستسمعون الآن. قال فمسح على الايه؟ على الخفين. قال فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الرحمن بن عوف يؤمهم. عبد الرحمن بن عوف ايه؟ يؤم مين؟ الصحابة في صلاة العصر. منين جبتها العصر دي؟ بتألف؟ انت بتألف؟ لا في صلاة الفجر.
في صلاة الفجر. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في بعض الروايات يخرج لقضاء حاجته في آخر الليل صلى الله عليه وسلم، في أين حتى لا يشعر به أحد. شوف تخيل، في آخر الليل حتى دخل الفجر وهو يقضي حاجته صلى الله عليه وسلم ويتوضأ لصلاة الفجر صلى الله عليه وسلم. لما عاد لصلاة الفجر وجد الناس أقاموا الصلاة وقدموا عبد الرحمن بن عوف يعمل إيه حضرة النبي، أو عبد الرحمن بن عوف نفسه يعمل إيه؟ خذ بالك، وعبد الرحمن بن عوف يؤمهم، وقد صلى بهم ركعة، والصبح كان ركعة ركعتين، فصلى بهم ركعة. وبعدين فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الركعة التي بقيت عليهم، ففزع الناس، فزع الناس لأن النبي صلى مأموما مش ركعة. هو النبي صلى الله عليه وسلم جه لهم بيصلي، وصلى بهم عبد الرحمن بن عوف ركعة واحدة، والثانية دخل النبي صلى الله عليه وسلم مأموما، ففزع الناس، فزع لأن حضرة النبي صلى الله عليه وسلم مأموما صلى الله عليه وسلم، ففزع الناس. فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أحسنتم أحسنتم. خلينا نبتدي من الآخر، ما دام أنتم مستغربين جدا. هذه الرواية كما قلت لكم فيها عدة مسائل، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى مأموما خلف كم واحد من الصحابة؟ اكتب هذا عندها مشك وافهمه واحفظه كويس. كم واحد؟ مش كثير يعني، كم واحد؟ مش كثير. كم واحد طيب؟ أربعة. مين هم؟ سيدنا عبد الرحمن، عبد الرحمن بن عوف في هذه الرواية، سيدنا أبو بكر الصديق، سيدنا عمر. مين قال كذا؟ ما صلى خلف عمر قط. لم يصلي النبي صلى الله عليه وسلم في عمره مأموما سوى خلف رجلين، أبو بكر الصديق وعبد الرحمن بن عوف. وأيهما أولا؟ أبو بكر أم عبد الرحمن؟ بل عبد الرحمن، لأنه صلى خلف أبي بكر في مرض وفاته، هنا ما كان في مرض وفاته صلى الله عليه وسلم. طب هنا إشكالية ضخمة جدا جدا. لا أبدا الإشكالية أقول لكم الحديث ده. يقول لك يا مولانا لما قضى رسول الله هذه الصلاة سلم كده، والصحابة مستغربين قوي، فسمعوه يقول لهم إيه؟ أحسنتم. ثم قال رسول الله: ما بعث الله، ما قبض الله نبيا إلا بعد أن يصلي خلف رجل صالح من أمته. هذه من مناقب مين؟ عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه. قال: ما قبض الله نبيا حتى إيه؟ ما قبض نبي قط حتى يصلي خلف رجل صالح من أمته. مين الرجل الصالح ده؟ سيدنا عبد الرحمن بن عوف. خلاص، في صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم خلف أبي بكر الصديق إنه في مرض وفاته، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر إيه؟ إمام، مش كده؟ فلما دخل النبي صلى الله عليه وسلم وسبحوا، فتقهقر أبو بكر، مش دي القصة المشهورة؟ فرجع فقال: مكانك، اثبت. فلم يثبت، فلما رجع وقدم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لم لم تثبت حيث أمرتك؟ فقال: ما كان لابن أبي قحافة أن يتقدم بين يدي رسول الله، مش دي الحديث المشهور؟ فهنا إشكال فظيع، كيف لأبي بكر أن يتأخر ويثبت عبد الرحمن بن عوف ويصلي للنبي؟ أكان أبو بكر مؤدبا وكان عبد الرحمن بن عوف سيء الأدب؟ لا سمح الله. وروايات كثيرة في البخاري وفي مسلم، وأنا اطلعت عليها في البخاري وفي مسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء بعد أن سب له المغيرة بن شعبة الوضوء وتوضأ، لما دخل سبح الناس، سبح الناس، وأراد عبد الرحمن بن عوف أن يرجع إلى الخلف، فقال له النبي اثبت، ودخل النبي مأموم، فثبت عبد الرحمن بن عوف. هنا إشكال ضخم جدا، كيف يرجع أبو بكر الصديق وكيف لا يرجع عبد الرحمن بن عوف؟ كيف يعني هذا يقال أن عبد الرحمن بن عوف كان سيء الأدب؟ حاشاه رضي الله عنه، فالحكاية مش كده، هو إلا فكيف. وكمان إزاي أنتم بتقولوا أن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم صلى خلف عبد الرحمن بن عوف وصلى خلف أبو بكر الصديق؟ طب مش أنت لسه بتقول لنا أنه سيدنا النبي قال له اثبت، ما رضاش يثبت، رجع، وبعدين قال: ما كان لابن أبي قحافة أن يتقدم بين يدي رسول الله؟ يعني النبي صلى وراه ولا ما صلاش؟
صلى وراه ولا ما صلاش؟ ازاي؟ طب ما بتقولوا رجع. وحتى قالوا كان النبي هو الامام وابو بكر هو الذي يعني ابو بكر يصلي بصلاه النبي والناس يصلون بصلاه ابي بكر. الناس يصلون بصلاه مين؟ ابو بكر. الناس ابو بكر يصلي بصلاه النبي والناس يصلون بصلاه ابي بكر. طب يبقى صلى خلف النبي صلى خلف سيدنا ابو بكر ولا لا؟ هو ده الاشكال. ده اشكال. هو ابو عبد الرحمن ليه ما رجعش؟ ده اشكال تاني. صح ولا مش صح؟ شوف يا مشايخ. اما صلاه النبي صلى الله عليه وسلم خلف ابي بكر فحدثت مرتين. المره الاولى كان ابو بكر رضي الله عنه في اول الصلاه فدخل النبي صلى الله عليه وسلم فتقهقر ابو بكر فقال له النبي اثبت فابى ان يثبت فتقدم النبي. دي المرة الأولى وما صلى فيها خلفه رسول الله. لا. أما آخر صلاة صلاها رسول الله في الدنيا وهي صلاة الصبح يوم الاثنين. صلاة الصبح يوم الاثنين فهي التي صلاها رسول الله خلف أبي بكر الصديق كاملة. صلاة الصبح يوم الاثنين اليوم الذي انتقل فيه رسول الله إلى جبل بدر. ماشي؟ يبقى هي ما فيش إشكال أهو. في صلاة منهم رجع أبو بكر وفي صلاة منهم كمل. إذا هو صلى خلف أبي بكر ولا ما صلاش؟ صلى خلف أبي بكر. أدي أول إشكال. اثنين، كيف رجع أبو بكر ولم يرجع عبد الرحمن بن عوف؟ لا ده مش كده وبس. أقول لكم على رواية خطيرة جدا. قال ولا يكون أحد شافعا له حيث قال أئمتكم شفعاؤكم. أئمتكم شفعاؤكم. فكيف يكون عبد الرحمن بن عوف شفيعا لسيدنا النبي؟ خطيرة جدا. إيه الحكاية؟ خذ بالك يا سيدي. أما صلاة أبي بكر كما قلت لكم فقد كان في أول الصلاة ولم يدخل فيها بعد. أما صلاة عبد الرحمن بن عوف فالرواية تقول صلى بهم ركعة. فيهدم الصلاة لتعاد؟ لا. فقال اثبت فسمع الكلام وثبت عشان هو كان ايه؟ كان صلى ركعه قبل كده، كان ما ينفعش يهدم الصلاه. ادي واحده. الحل الاوضح من هذا وده حل انه كان مش هيهدم الفريضه عشان يرجع ويقدم النبي صلى الله عليه وسلم. والحل الاوضح من كده انه لما قضى رسول الله حاجته وصب له المغيره بن شعبه الماء ليتوضأ حصل ايه؟ حصل ان الوقت تأخر فأقاموا الصلاة وقدموا عبد الرحمن بن عوف خشية ان يفوتهم وقت صلاة الصبح. عشان كده حضرة النبي قال لهم ايه؟ أحسنتم، يعني صليتوا الصلاة في ايه؟ في وقتها. خدت بالك؟ عشان كده عبد الرحمن بن عوف ايه؟ لم يتأخر. دي وقت. دي اثنين. ثلاثة قال لك في لفتة كمان جميلة جدا. ايه؟ قال لك كان النبي صلى الله عليه وسلم قد وضح لأصحابه حكم صلاة الفائت. يعمل إيه؟ لو جه متأخر وفاتته ركعة يعمل إيه؟ فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يوضحها لهم عملاً كما وضحها لهم نظراً، فصلى إيه؟ مأموماً صلى الله عليه وسلم. طب إيه حكاية أئمتكم شفعاؤكم؟ يبقى عبد الرحمن بن عوف الشفيع الحبيب المصطفى قال لك لا، شفعاؤكم نعم لكن بإذنه صلى الله عليه وسلم. ما كان يتقدم إلا بإيه؟ بإذنه وبرضاه. ها يعني دي شوية إشكالات حوالين قصة عبد الرحمن بن عوف وإنه صلى بسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. كم واحد بقى من الصحابة صلوا أئمة برسول الله؟ بس ما فيش غيرهم ولا في رواية غيرها. هم الاثنين دول سيدنا أبو بكر وسيدنا عبد الرحمن بن عوف. هي مرة أو كمان راح يقول لك أهو شوف يا عم ده بيبربش للنص زي ما اتفقنا قبل كده. قد من النظر الى النص. يعني مش صلى بسيدنا النبي صلاه كامله، ده كان كم هي ركعه خلاص. ماشي. طيب يا جماعه تعالوا نرجع للاسناد من الاول كده. بس ايه ركز معايا في احنا دلوقتي بنتكلم في المسح على الايه؟ على الخفين. اللي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين ولا لا؟ لما صب له عبد الرحمن المغيرة بن شعبة صب له الماء توضأ وطلع كمه من تحت الجبة عشان الجبة كم الجبة كان ايه؟ ضيق. وبعدين توضأ وبعدين مسح على الخفين ولحق الصلاة صلى الله عليه وسلم. لكن هنا يا جماعة بيقول عبيد الله حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب. مين ابن شهاب؟ شهاب الزهري قلناه. طيب قال عن عباد بن زياد من ولد المغيرة. الشراح يقولون
الإمام مالك وهم في هذا الحديث وهمين. وهم في هذا الحديث كم وهم؟ وهمين. أما الوهم الأول فقال عباد بن زياد من ولد المغيرة وهو من موالي المغيرة وليس من ولده. وبعدين خد بالك كده بيقول هو عباد بن زياد، فازاي يبقى عباد بن زياد ويبقى من ولد المغيرة؟ هو قال عباد بن زياد، ازاي يبقى من ولد المغيرة؟ مش ما ينفعش خالص دي خالص. لكن هذا كان من مولى من موالي المغيرة بن شعبة ولم يكن ولده. هذا هو الوهم الأول، قوله عباد من ولد المغيرة هو ده مش صحيح. كمان عباد بن زياد لم يسمع من المغيرة من المغيرة بن شعبة، فإنما بين عباد والمغيرة بن شعبة راو أو راويين. يبقى هنا في انقطاع، يبقى في كم وهم كده عند الإمام مالك؟ اثنين. لكن السؤال، هل جاء هذا الحديث موصولا صحيحا بأسانيد متصلة في غير الموطأ؟ الإجابة نعم، بل جاء بعضه في البخاري وبعضه في مسلم وكله بأسانيد متصل، إلا أن مالك وهم، وده يعيب الإمام مالك في شيء؟ عشان بس ما نبقى احنا بنقول اللي لنا ولا علينا، يعيب الإمام مالك في شيء؟ خالص ولا يعيبه في أي حاجة. إيه يعني؟ قال إسقاطه عروة وحمزة. عروة وحمزة دول بين مين ومين؟ بين بين الزهري، لا بين ابن شهاب الزهري وعباد بن زياد. بين ابن شهاب الزهري ومين؟ ابن شهاب الزهري لم يسمع من عباد بن زياد، انما بينه ايه؟ اثنين اسقطهم سيدنا الامام مالك، الا ان الروايه جاءت ايه؟ جاءت صحيحه في اماكن اخرى. ادي مشكله. قال لك وبعدين عن المغيره بن شعبه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب لحاجته في غزوه تبوك. اكتب بقى ولا خد بالك، تبوك اخر غزوات رسول الله صلى الله عليه وسلم، مش كده؟ وهي مكان بينه وبين المدينه من جهه الشام 14 مرحله، وبينها وبين دمشق 11، وسميت بذلك، سميت تبوك. هي تبوك دي كانت غزوه بين المسلمين ومين؟ يا مشايخ، غزوه تبوك. مين دول؟ تبوك ردة. لا ردة ده بعد سيدنا الرسول. تبوك دي كانت فين؟ ها؟ فرس. النبي قاتل الفرس وهو عايش. هو كان بس ما قتلهمش اصلا، هي كانت مع اليهود. يعني تمت معركة ولا يهود خيبر. بس لكن فين تبوك؟ مالهاش علاقة بخيبر. هو عقد فيها اللواء، عقد فيها اللواء لمين؟ لسيدنا جعفر. ايوه تمام. ومين ثاني كان معه؟ دي غزوه العسره. دي العسره. تبوك كانت بين مين ومين مشايخ؟ كانت مع النبي صلى الله عليه وسلم. مين؟ لن اجيب حتى تذاكر يا شباب. قال سميت تبوك بتبوك ليه؟ قال صلى الله عليه وسلم قال لأنه جاء في أحاديث صحيحة كقوله إنكم ستأتون غدا عينا تبوك. يعني اللي سماها كده مين؟ سيدنا الحبيب صلى الله عليه وسلم. أي يدخلون فيها؟ قال فمقتضاه قد سميتها بذلك، يعني سيدنا النبي سماها كده. وقيل سميت تبوك لقوله صلى الله عليه وسلم وقد رأى قوما من أصحابه يبكون عين الماء، أي يدخلون فيها القدح ويحركونه ليخرج الماء. ثم قال ما زلتم تبكونها بوكا، يعني تدخل اي تبوك بس ما تبوك عشان ما زلتم تبكونها بوكا، تدخل بتاع الدل جوه عين الميه وتعمل له كده عشان ايه؟ فسميت تبوك لاجل هذه هذا الموقف يعني. طيب قال ذهب لحاجته في غزوه تبوك. قال المغيره فذهبت معه بماء، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني بعد ان قضى حاجته صلى الله عليه وسلم. طب الميه اللي كانت مع سيدنا المغيره بن شعبه ليتطهر بها بعد قضاء الحاجه ولا ليتوضا بها؟ يتطهر بها بعد قضاء الحاجه. لا يتوضا بها. امال عمل ايه بعد قضاء الحاجه؟ استجمر. خلصت. استجمر صلى الله عليه وسلم، وكانت الارض تبتلع ما يخرج منه، هذا ثابت عنه صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. قال فسكبت عليه الماء اللي كان معه، وقلت لكم من شويه ان هذا الماء
جاء به المغيرة بن شعبة من أعرابية كان معها قردة. وبعدين حصل موقف ظريف جدا قدام النبي صلى الله عليه وسلم، أخذ منها المية من القردة، فقال لها المغيرة بن شعبة، قال للأعرابية: هذه القردة من جلد أي؟ من جلد أي يعني إيه؟ من جلد إيه؟ أنت عامل حيوان إيه؟ فأسكته النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: قل لها أدبغتموه؟ فقال المغيرة بن شعبة: أدبغتموه؟ قالت: نعم. فقال النبي: إذا طهر. أي أيما هاب الدبغة فقد إيه؟ طهر. قال: إذا إيه؟ طهر. يبقى المية اللي جواه مية إيه؟ نظيفة، وتوضى منها صلى الله عليه وسلم كل حاجة، توضى منها لما صبروا مين؟ سيدنا المغيرة بن شعبة المية. طيب يا جماعة، وده برضه فيه جواز أن يصب المسلم لأخيه أو للكبير أو للشيخ أو للعالم أو لكبير السن، أن يصب له الإيه؟ الماء ليتوضأ. عمل كده سيدنا المغيرة بن شعبة، وبعدين قال: فسكبت عليه الماء، فغسل وجهه، ثم ذهب يخرج يديه من كم جبته، فلم يستطع من ضيق كم الجبة، فأخرجهما من تحت الجبة، فغسل يديه ومسح برأسه ومسح الخفين ومسح على الإيه؟ خفين. هذين الخفين اللذين مسحا عليهما رسول الله صلى الله عليه وسلم، خفين لبسهما على طهارة، على وضوء ولا على غير وضوء؟ على وضوء. هذا أول شرط، وحيبان في الروايات اللي جاية بعد كده، مش كده؟ فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الرحمن بن عوف إيه؟ يأمه. وهنا يا جماعة نقطة مهمة جدا، المشايخ يقولوا هذه الرواية وغيرها تدل على جواز إمامة المفضول للفاضل، صح ولا لا؟ وهذا لو لم يكن جائزا ما أقرها النبي صلى الله عليه وسلم، وهل هناك أفضل من الحبيب المصطفى؟ ولا شك عبد الرحمن بن عوف كان إيه؟ كان مفضولا ولا فاضلا؟ كان مفضولا. وهذا يعني يقبح فيما يفعله هؤلاء الشباب النابتة، الله يصلح حالهم. أي والله الله يصلح حالهم، لأني سمعت أحدهم مرة دخل المسجد فلقى الحاج مصطفى الجيلاني بيصلي بالناس إمام، فقعد على جنب خلاهم صلوا إمام، خلصوا الإمام وبعدين راح صلى لوحده وخرج، دقنه طالع كده، دقنه كسر لغاية لما واحد من أصحابنا شافه في الشارع ماشي، قال له: إيه ده يا أستاذ فلان؟ مدرس هو. دقنه بقت قد كده تملأ صدره. إيه أنت؟ إيه ده يا أستاذ فلان؟ أنت إيه اللي عملت في نفسك ده؟ بقيت زي أبو جهل يعني. والله قلت له: ليه؟ قالوا له: ليه ما صليتش موضوع؟ قالوا له: ليه صليتش هو الحاج مصطفى الجيلاني ليه؟ قال لهم: لأنه لا تجوز صلاة العالم خلف الجاهل. والله العظيم. يعني هو ما صليتش عالم. أولاً جعل نفسه عالم، ثم من أين عارف أن مصطفى الجيلاني جاهل؟ حتى لو عالم برضه. وحتى لو عالم ما يفعل هذا، هو أعلم من حضرة النبي. إذا كان سيدنا النبي صلى خلف عبد الرحمن بن عوف، فصلى خلف أبي بكر. والمسلمين بيصلي ورانا. احنا على رايك. واحنا كلنا والله ربنا يصلح حالهم والله. والله انا بصراحه يعني الله المستعان. كيف يعني يحكم على نفسه هذا الحكم ويسيب الصلاه عشان خاطر اللي شايف ان ده اجاهل وانا ما ينفعش اصلي ورا الجاهل.